الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحمده سبحانه هو ربي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان للمتقين ظهيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، للنصارى الضالون الكفار احتفالين بعيدين في هذه الأيام، عيد قد مضى قبل أيام وعيد يأتي بعد أيام. فأما الذي مضى فهو ما يسمونه بعيد الكريسمس أو أعياد الميلاد، وأما الذي سيأتي بعد أيام فهو عيد رأس السنة الميلادية. وهذان العيدان الكفريان بدأ وللأسف يغزوان مجتمعاتنا الإسلامية، تعلقت به نفوس بعض شبابنا ذكوراً وإناثاً، انشغلوا به وتهيؤوا له، بل قد وصل الأمر إلى عدد من الحكومات العربية والإسلامية، حتى اتخذ بعضهم مناسبته عطلةً وعيداً، وذلك بسبب ضعف الإيمان وضعف توحيد الله جل وعلا في قلوب كثير من المسلمين، وتقليد النصارى الضالون واتباع سيرهم ونهجهم. وقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم وأئمة الدين في النهي عن مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم، ومن ذلك وأشده وأخطره مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم بها، مثل قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال غير واحد من السلف: هي أعياد الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه العلامة الألباني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال: فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقرر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقال رضي الله تعالى عنه أيضا: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. عباد الله، فإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم، فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينهم؟ ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم، أي عيدهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. عباد الله، قد أجمع الصحابة أئمة الدين على إنكار أعياد الكفار ومشاركتهم في أعيادهم أو حضورها أو إعانتهم عليها أو التهادي بمناسبتها أو تهنئتهم بها، وقد مضى التابعون لهم بإحسان على ذلك. وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الفقهاء
على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من وجوب اجتناب الكفار في أعيادهم. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك وغيره: ينبغي للإمام أي الحاكم الزجر عن ذلك. عباد الله، نتكلم عن العيد الذي قد مضى، وهو ما يسمونه بعيد الكريسماس، وهو أخطرها وأشدها على عقيدة المسلم. فما معنى الكريسماس؟ معناه مولد الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو معناه في لغة أخرى ميلاد ابن الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيطيب بعد هذا لعبد يؤمن بالله وبالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بأعداء الله ويحتفل بأعدادهم الكفرية وما زعموا، وينساق خلف من كفر بالله وزعم له الولد؟ فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يوحدوا الله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا، فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر. ومن شك في كفرهم، في كفر النصارى واليهود، فلا شك في كفره. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف للمؤمن أن يحتفل بعيد ينسب فيه الرب تبارك وتعالى وينسب له الصاحبة والولد؟ بل كان هذا مسبة لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه الإمام البخاري. وقد قالوا كلمة الكفر التي تكاد الجمادات أن تنخلع من هولها. قال تبارك وتعالى منكرا قولهم غاضبا عليهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله جل وعلا إلا وقول النصارى أقبح منه. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: لا ترحموهم، فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أعظمك، تعالى الله ربنا وتقدس عما يقول الكافرون النصارى والجاحدون علوا كبيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واذكروا نعمه واشكروه، فمن أطاع الله دخل الجنة، ومن ذكره الله في من عنده، ومن شكر الله زاده فضلا ونعمة. عباد الله، نحن نشاهد ونسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية ووسائل الاتصالات الحديثة تأثر كثير من المسلمين بأهل الكفر والضلال من خلال التشبه بهم، إما بالملبس أو بالمظهر من الثياب والشعر، أو تهنئتهم في حفلاتهم ومناسباتهم الدينية وأعيادهم، بل إن البعض يتسابق ويتفاخر ويبادر بالمشاركة في الاحتفالات. وسبب تصدر بعض الناس وتساهلهم ومدارتهم في ذلك فتاوى شيوخ الفتنة وشيوخ فقه التيسير والتقريب والتمييع، حتى كاد يضيع دين الناس بسبب ذلك.
فاحذروهم عباد الله، والتزموا بشرع الله، والتزموا توحيد الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة.